خلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزير الشباب، السيسي يوجه بإنشاء مناطق خدمية متكاملة في المدن الجديدة والمحافظات. وزارة الآثار تعلن عن كشف أثري جديد بمنطقة جبانة السقارة. فتح باب تسجيل المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات اعتبارا من الاثنين المقبل وحتى الجمعة. تتجدد الأخبار على أونلاين، أهلا بحضراتكم إلى هذه الجولة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل لتصبح المدن الجديدة نموذجا رائدا للحياة في مصر وفق المعايير الحديثة، مشددا في الوقت ذاته على أهمية أن تتوفر سبل ممارسة الرياضة لجميع فئات المجتمع بالمدن الجديدة. كما وجه السيسي خلال لقائه رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة باستكمال الدراسة الوافية لمشروع إقامة مناطق خدمية متكاملة في أنحاء مختلفة من الجمهورية على مساحة 60 فدانا للمنطقة الواحدة، وتضم كل منها ناديا رياضيا ودور عبادة ومدرسة ومجمعا طبيا ومركزا تجاريا وترفيهيا ومجمعا للخدمات الإدارية والحكومية، مشيرا إلى أهمية تقديم خدمات متكاملة للمواطنين في مناطق مجمعة، بحيث يتم التسهيل على المواطنين لحصولهم على خدمات متنوعة في مكان واحد. يأتي هذا فيما عرض وزير الشباب تقريرا عن تطورات تنفيذ المنشآت الرياضية في المدن الجديدة، وخصوصا مدينة العالمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة. أعلن وزير الآثار خالد العناني اكتشاف مقبرة تحتوي على بناء جنائزي يضم ورشة للتحنيط والدفن، فضلا عن مجموعة من الأواني الفخارية الأثرية التي تعود للقرن السابع قبل الميلاد. المزيد في التقرير. في منطقة لم تمسها معابر المنقبين والأثريين منذ عام 1900 بمنطقة جبانة السقارة، نجحت البعثة المصرية الألمانية في التوصل لكشف أثري نادر من نوعه بعد عام وأربعة أشهر فقط من بدء عملية البحث. في بداية مارس 2016 كوننا فريق مصري خالص، وفي بداية 2017 بدأنا نضم عناصر من ألمانيا وعناصر من أمريكا وعناصر أيضا من فرنسا عشان يبقى تيم في الغالب الأعم هو تيم دولي معظمه مصريين. في الحقيقة كان لنا كلنا فلسفة واحدة، وهي أن الآثار المصرية بتحتاج في الفترة الحالية مرحلة تانية من إعادة التسجيل. الدوكيومنتيشن بتاع الآثار المصرية هو أهم شيء إحنا بنؤمن به. الكشف الأثري الجديد عبارة عن بناء جنائزي ضخم، حيث كانت تجرى عمليات التحنيط والدفن في القرن السابع قبل الميلاد، ويقع في مجموعة آبار يصل عمقها إلى 30 مترا. البعثة أثناء عملها في أبريل ومايو الماضي اكتشفت بير جديد لأول مرة ما كانش معروف قبل كده، اللي هو حضراتكم نزلتوه النهاردة، اللي هو عمقه 30 متر تقريبا. البير ده لقوا فيه حوالي 35 موميا لغاية دلوقتي، 5 توابيت حجرية، في 4 لسه مغلقين لم يتم فتحهم، فتحنا واحد بس لقينا فيه سيدة، لقينا تابوت خشبي، لقينا لسه بقايا ممرات تؤدي إلى آبار ودفنات أخرى. ويتضمن الكشف الأثري الأدوات الفخارية التي كانت تستخدم في عملية التحنيط وقناع فضي مذهب نادر، مما يؤكد نوعية ما تم التوصل إليه، ويمثل امتدادا لما تم الكشف عنه في وادي الملوك بالأقصر عام 2006. لم ينتهي العمل في هذه المنطقة ولم ينتهي العمل في هذه المقبرة، هناك سدات لم تفتح، هناك توابيت حجرية لم تفتح، وهناك تماثيل لم يتم الإعلان الكشف عنها بعد لأنها موجودة داخل الدبري داخل الرديم. لكن تقريبا أقدر أقول حوالي 1500 تمثال أشبتي من الفايانس، حاجة رائعة جدا من الحفظ. هنلاقي برضو حاجات الأواني الرمزية الداخلية. العمل ما لم يتوقف. مع كل يوم يمر هناك جديد يؤكد على حضارة عظيمة قامت هنا على أرض مصر، هذه الأرض المباركة التي بدأ منها التاريخ وعلمت البشرية.
وفي لقاء مع أونلايف على هامش الكشف الأثري الجديد، قالت النائبة سحر مصطفى رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب إن الاكتشافات الأثرية المتكررة وعرض أثار مصر في الخارج تساهم في تحسين الصورة الذهنية عن مصر. الاكتشافات الأثرية ده موضوع إيجابي جدا بيصب في السياحة وتنشيط السياحة. أنا هتكلم على قطاع السياحة عامة، إنه حضرتك زي ما حضرتك شايفة في تواجد إعلامي عالمي، في وكالات أنباء، في صحافة، في سفراء، في الناس كلها حريصة إن هي تكون موجودة، لأنه الاكتشافات دي في قطاع كبير جدا بيهتم بيها. لسه كنا من أسبوع في معرض أثار في موناكو عن الأثار المصرية، حضرتك لا تتخيلي مدى الاهتمام اللي كان موجود هناك بكل قطعة. أمير موناكو كان حاضر، اهتمامه أنه يسمع الشرح لكل قطعة أثار موجودة، الأجانب كلها، الوكالات الأنباء إزاي كانت حريصة على الحضور بكثافة، الإعلانات عن المعرض في كان في نيس في موناكو من ساعة ما تنزلي من الطيارة، فدي كلها دعاية لمصر، تغيير صورة ذهنية لمصر، بنوري برا احنا عندنا ايه. كاميرا أونلايف كانت لها جولة داخل الكشف الأثري في منطقة جبانة سقارة، نتابع هذه اللقطات الخاصة. اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، حيث تبدأ الامتحانات في 11 من أغسطس المقبل وتنتهي في 20 من الشهر نفسه، وتستمر الامتحانات لمدة 9 أيام فقط. وقالت مصادر بالوزارة إنه على الطالب الراسب في المادة ذات الفرعين مثل الرياضيات البحتة يتم دخول الفرعين معا وليس فرعا واحدا، موضحة أن الطالب الذي قام بتأجيل فرع واحد هو من يسمح له بدخول امتحان الدور الثاني في الفرع المؤجل فقط. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى من التنسيق اعتبارا من بعد غد الاثنين وحتى الجمعة المقبل. وقالت الوزارة في بيان لها إن الحد الأدنى لطلبة شعبة علم علوم 394 درجة فأكثر، أي بنسبة 96.10% فأكثر، بينما بلغ الحد الأدنى لشعبة علم رياضة بلغ 385 درجة فأكثر، أي بنسبة 93.90% فأكثر. وفيما يتعلق بالشعبة الأدبية للتقدم بها بلغ الحد الأدنى 328 درجة فأكثر، أي بنسبة 80% فأكثر. يأتي هذا فيما حددت وزارة التعليم العالي 29 من يوليو الجاري كموعد لانطلاق تنسيق الجامعات الخاصة بالشريحة الأولى التي حددتها الوزارة، على أن تنطلق الشريحة الثانية في 9 أغسطس المقبل. وأضاف عبد الغفار أن تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بالجامعات الخاصة سيبدأ في منتصف شهر أغسطس المقبل، وقد يتم إرجاؤه إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.
هنأ شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب أوائل الثانوية الأزهرية معربا عن تمنياته لهم بمستقبل واعد ومشرق في خدمة دينهم ووطنهم. وأكد شيخ الأزهر أهمية الدور الذي يقوم به طلاب الأزهر في نشر ثقافة التسامح والسلام ونبذ العنف والإرهاب وتقديم الصورة الحقيقية للإسلام. كما هنأ شيخ الأزهر الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في الشهادة الثانوية الأزهرية من طلاب دولة فلسطين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم. فاصل نعود بعده لاستكمال الأخبار. أهلا بحضراتكم من جديد. أكد الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتوسع في إنشاء المناطق اللوجستية وتوفير احتياطات آمنة من السلع الغذائية والحفاظ على الجودة واستقرار الأسعار. وأضاف المصلحي خلال اجتماعه لبحث إنشاء 10 فروع جديدة للسلاسل التجارية أن السوق المصرية تحتاج لضخ استثمارات ضخمة لضمان تحقيق عوائد سريعة. وأوضح وزير التموين أن الوزارة تسابق الزمن لتهيئة الفرص الاستثمارية وطرح الأراضي بالتنسيق مع المحافظين لتكون جاهزة لإنشاء المشروعات الكبرى خاصة في مجال التجارة الداخلية. أعلنت وزارة الصحة عن خروج 3 مصابين جدد في حادث قطار البدرشين ليبلغ بذلك إجمالي المتعافين 45 شخصا من أصل 58. وكانت وزيرة الصحة هالة زايد تفقدت برفقة وزير النقل هشام عرفات حالة مصابي حادث قطار البدرشين في مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، فيما أكد مساعد الوزير لقطاع الطب العلاجي أحمد محي إلى أن جميع المصابين حالتهم الصحية مستقرة ويتلقون العلاج اللازم. فتحت اللجنة الفنية المشكلة من هيئة السكك الحديدية تحقيقاتها بالاستماع إلى أقوال المسؤولين عن حادث قطار البدرشين. ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرا بما توصلت إليه في تحقيقاتها إلى وزير النقل هشام عرفات والنيابة العامة. نفت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وجود إصابات إثر اندلاع حريق في قسم حضانات الأطفال في مستشفى ناصر المركزي في محافظة بني سويف. وأوضحت الوزيرة أنه تم التواصل مع وكيل الوزارة في المحافظة الدكتور عبد الناصر حميدة، حيث أوضح أن مصباحا كهربائيا تسبب في الحريق. وأضافت وزارة الصحة أنه تم نقل الأطفال إلى قسم آخر، كما تم تعقيم قسم الحضانات. تباشر نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها عقب تجديد حبس رئيس مصلحة الجمارك واثنين آخرين محبوسين جميعا في قضية رشوة. وتم ضبط رئيس مصلحة الجمارك متلبسا في استراحة الجمارك حال تقاضيه مبلغ 3000 دولار و50000 جنيه كجزء من مبلغ الرشوة، وذلك بناء على إذن من نيابة أمن الدولة العليا والتسجيلات المأذون بها.
واعترف الراشي والوسيط حول الواقعة تفصيلا. وقال الراشي إن رئيس مصلحة الجمارك كان يحصل منه على راتب شهري بلغ إجماليه 500,000 جنيه مقابل إنهاء أعماله ومصالحه الخاصة بجمارك بورسعيد، كما حصل منه على عطايا عينية. أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تنفذ خططا للارتقاء بالصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية لزيادة معدلات التصدير، وذلك من خلال تحفيز الاستثمار الصناعي والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتكاملة في مختلف المحافظات. وقال نصار خلال تفقده لمجمع الصناعات البلاستيكية في منطقة مرغم بالإسكندرية إن المجمع يمثل نموذجا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتخصصة، ويساهم في إعداد وتأهيل شباب المستثمرين ورجال أعمال المستقبل لإعلاء شأن المنتج المحلي ورفع شعار صنع في مصر. قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة خلال تفقده مجمع الصناعات الصغيرة في مدينة السادات، قال إن المجمع يأتي ضمن خطة الوزارة لإنشاء أول ثلاثة مجمعات صناعية جاهزة بالتراخيص بمدن السادات وبدر وجنوب الرسوة ببورسعيد، وتضم 500 وحدة صناعية في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية والكيميائية والغزل والنسيج. وأضاف نصار أن المجمعات الثلاثة تأتي في إطار مبادرة مصنع جاهز بالتراخيص، والتي تستهدف إنشاء مصانع صغيرة ومتوسطة كاملة المرافق ومجهزة بالتراخيص، والتي ستوفر أكثر من 9,000 فرصة عمل. شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي افتتاح المرحلة الأولى من مشروع نفق النهضة في الاتجاه القادم من نفق الجلاء تجاه شارع البحر الأعظم وشارع مراد بطول 500 متر، ويساهم مشروع نفق النهضة بشكل كبير في القضاء على التكدسات المرورية بمحيط جامعة القاهرة، والتي تتسبب في شلل مروري أحيانا في محيط الجامعة، ما يجعل المشروع إضافة مرورية كبيرة للمحافظة. من جانبه صرح رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى مهندس محمد الكيلاني أن افتتاح النفق يفض الاشتباك في منطقة ذات كثافة مرورية عالية بالقرب من جامعة القاهرة وحديقة الحيوان بالجيزة، ويتم الانتهاء منه في شهر أكتوبر المقبل. هو طبعا النهارده مش افتتاح تجريبي ولا حاجة، احنا النهارده بنفتح جزئي للمشروع لفردة نفق. ان شاء الله بنستكمل المشروع ده في شهر 10 ان شاء الله، اللي هو استكمال الفردتين مع اللوب اللي داخل على جامعة القاهرة. والنفق ده من شأنه طبعا انه بيحل مشكلة كثافات مرورية غير عادية وتبقى واضحة طبعا اثناء فترة الدراسة واثناء شغل جامعة القاهرة بتاعت الاشارة بتاعت كوبري الجامعة مع جنينة الحيوانات. وكل ده احنا بنعتبره المرحلة الاولى لفك الاشتباك المروري اللي جاي من محور صفت من عند كوبري من الطريق الدائري عند كلية التجارة جامعة القاهرة. وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق مصر، وأدخلت اللجنة عددا من التعديلات على مشروع القانون، والتي كان من أبرزها تعديل مادتين من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر السيادي، يتضمن إحداها إلزام مجلس إدارة الصندوق بعرض القوائم المالية للصندوق. كما رأت اللجنة عدم وجوب إعفاء الصندوق من الضرائب والرسوم على أن يعفى من التعاملات البينية مع الصناديق الفرعية التابعة له من الضرائب. عقد اليوم مؤتمر اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب بحضور ممثلي 16 دولة تحت عنوان تحديات الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية والتكنولوجية المعلومات في مهنة المحاسبة والمراجعة. وشارك في المؤتمر نائب وزير قطاع الأعمال ونائب وزير المالية ورئيس الاتحاد الدكتور حاتم القواسمي ونواب محافظ البنك المركزي المصري ورؤساء البنوك المصرية. ويعد اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب هو أحد الاتحادات العربية النوعية المتخصصة التابعة لمجلس الوحدة العربية الاقتصادية بجامعة الدول العربية.
شهدت الصالة المغطاة بمدينة الغردقة اليوم إجراء اختبارات المرحلة الثانية ضمن المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين الرياضيا للبنين والبنات طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وذلك بإشراف هيئة الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر بالتنسيق مع مديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم في المحافظة. من جانبه قال وكيل مديرية الشباب والرياضة إنه من المقرر أن يتم عقد اختبارات التايكوندو في 17 من يوليو الجاري وألعاب القوى يوم 18 والتاسع عشر من نفس الشهر وكرة اليد يوم 25 من نفس الشهر والسلة يوم 28 واليد يوم 30 من يوليو الجاري. إلى أهم عناوين هذه الجولة. خلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزير الشباب، السيسي يوجه بإنشاء مناطق خدمية متكاملة في المدن الجديدة والمحافظات. وزارة الآثار تعلن عن كشف أثري جديد في منطقة جبانة سقارة. فتح باب تسجيل المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات اعتبارا من الاثنين وحتى الجمعة. طابت أوقاتكم.